إلى العاصمة الاقتصادية نواديب، حيث حكمت المحكمة الجنائية بالمدينة بالإعدام حدا على محمد الشيخ والمخيطير كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد مداولات طويلة استمرت زهاء 7 ساعات. هذا وكان والمخيطير قد كتب قبل عام من الآن مقالا أساء فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خرجت المسيرات المنددة في العاصمة نواكشوط وفي عدد من المدن الموريتانية الأخرى. نتابع. من وسط دهاليز قصر العدالة بالعاصمة الاقتصادية نوادب، صدر الحكم بالإعدام حدا على محمد الشيخ والمخيطير كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. حكم جاء بعد ساعات طويلة من المداولة بين أعضاء المحكمة، وبعد مرور نحو عام على كتابة المقال الذي تم فيه التطاول على جناب النبوي الكريم. مقال أثار غضب الشارع الموريتاني الذي خرج مرارا وفي مختلف المدن عبر مسيرات احتجاجية مطالبة بتنفيذ الحد الشرعي في كاتبه. وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز يومها مستقبلا مئات المواطنين الذين خرجوا بالعاصمة بعد صلاة الجمعة متوجهين صوب القصر الرئاسي بأن تقوم الدولة بواجبها وتتخذ الإجراءات اللازمة. واجب كما قمتم انتم ايضا بواجبكم، كما قمتم انتم بواجبكم، الدوله ان شاء الله تقوم بواجبها، وكونوا مطمئنين ان شاء الله الدوله راح تتخذ جميع الاجراءات اللازمه. ونوجه رساله هنا ايضا للجميع عن الديمقراطيه، ما معناها المساس بالدين. أمضت العاصمة نواكشوط السابعة وهي تعيش على وقع الاحتجاجات المنددة بالمقال وكاتبه، وفي كل مرة تخرج مسيرة أو ينظم احتجاج قبل أن تتراجع وتيرة الانتفاض لاحقا بعد إلقاء القبض على صاحب المقال المسيء وتقديمه للعدالة. وكان والمخيطير قد نشر على أحد المواقع الإلكترونية الموريتانية قبل ما يناهز العام مقالا أساء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واصفا إياه ببعض الأوصاف غير اللائقة، ما أثار موجة احتجاج عارمة عاشت على وقعها موريتانيا لبعض الوقت. قال الناطق